السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي، الفصل الدراسي الأول، وحدة المراجعة، التدريب 15. هل أنتم مستعدون؟ إذاً لنبدأ الآن الدرس ونستعرض أهدافه. أهداف الدرس: قراءة حرف القاف بأصواته القصيرة والطويلة، تجريد حرف القاف، ترتيب الجمل بحسب تسلسل الأحداث، أقرأ وأميز الكلمات التي تشتمل على حرف القاف. قف، لا تقطع الطريق. يقف قاسم عند إشارة المرور. لديكم أعزائي الطلبة دقيقتين للإجابة على هذا السؤال. أحسنتم يا أبطال، إجابة رائعة. والآن لنستعرض الإجابة معا. نبدأ. الكلمة الأولى: قف، والتجريد بهذه الصورة قي. الكلمة الثانية: تقطع، وحرف القاف وتجريده سوف يكون بهذا الشكل. الكلمة الثالثة: الطريقة، وحرف القاف يوجد هنا وتجريده سوف يكون، أحسنتم، ق. الكلمة الرابعة: ممتاز، يقف، وحرف القاف أين؟ رائع، في وسط الكلمة، وتجريده قي. والكلمة الأخيرة: قاسم، أحسنتم، قا بهذه الصورة. أنا حرف موجود في جميع الكلمات الآتية: قارب، سقف، قلم، ورق، يقول، برق،
قلعة فقير. يا ترى ما هو هذا الحرف؟ رائع، أحسنتم، هو حرف القاف. أرتب الجمل الآتية بحسب تسلسل الأحداث من 1 إلى 5. لديكم دقيقتين للإجابة على هذا السؤال. أحسنتم يا أبطال، والآن لنبدأ. رقم 1، رائع، ستكون جاع القرد. رقم 2، فخرج يبحث عن طعام. 3، وجد في الحقل شجرة موز. 4، قشر القرد الموز. 5، وأكله. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس، ألقاكم في درس آخر.